طبعا تابع الفيديو احنا في حسينية شهداء الخدمة الحسينية، وهذا الولد صاحب حسن شاف اكو دمعة بالتمثال وقال لي احنا كان عندنا زوار وتوهم راحوا وهاي الدمعة يمكن شفتوها يمكن تشوفونها، وهذا الزاير اي مولانا صحيح ان شاء الله مو بعيدة عن الحسين واهل البيت عليهم. زين كان عندنا مجلس عزاء مو بعيدة والولد كلها والحسينية متروسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخوتي واحبتي. مثل ما شفتوا هؤلاء الناس عندهم موكب وعندهم جايبين هالتمثال هذا، ويقولون انه كثير من الناس شاهدوا هذا التمثال انه يبكي. تمثال يبكي. وبعد ما ادري البكي مالته دمع من دم، دمع من ماي. اخواني الاعزاء، انا كل فيديو اقول لكم، كل فيديو انه اقول واحكيها، اقول انه نحن نسيء الى القضية الحسينية. انتهى الموضوع. نحن مسيئون الى القضية الحسينية، وسنسيء ونسيء ونسيء الى القضية الحسينية بالتصرفات الهمجية، مع احتراماتي الى كافة الناس. اخوان الاعزاء، احدهم يقول انه شافت الناس انه يبكي، وهاي تشوفون دم احتض على عينه، يعني هو مصبوغ، هو جص ونصبغ ونزلت من عنده، كثر عليه صبغ. هسه بعض الاحيان تريد تصبغ باب يصير الصبغ. صارت هاي دمعة عندكم، شو تريد تبني علي بنيه يا اخويا؟ شو تريد علي؟ يعني احنا عوزنا بنايات، عوزنا قطارات، عوزنا مصايب السود اللي تطي علينا يا اخي. هذا اولا قضيه التمثل، قضيه الحيوان وقضيه الانسان بها اشكال شرعي باجماع العلماء او اكثر العلماء، ما نريد نطيهم بالاجماع نقول لان احنا ما متاكدين، لكن بعض من عندهم اللي احنا استطلعنا على رسائلهم انه يقول باشكال قضيه يعني التمثل، التمثال ذو الارواح. عزيزي شنو اختلافك انت هسه عن تمثال هبل؟ والله هذا سؤال انا اقدمه لك. شنو اختلافك عن تمثال الفراعنه؟ ماكو يعني انا شفت انه تماثيل مسوينها على اساس ابو الفضل العباس والى الحسين مقطوع. يا اخي هاي تمثل، انت لا تصدق الحسين والعباس يرضون عليك بهاي القضيه، هي قضيه محرمه بها اشكال شرعي، التمثل اشكال شرعي، وانت جاي تسوي له صنم. اعطيني المشروعيه، من هو اللي شرع لك اياه؟ يا طنطل ابن طنطل اللي جاملك. طبعا هم جام بعض من عندهم بالفتاوى مالتهم اخذ مجاملات مرتبه، يجامل وداحتك والله اذا شافك انت متحيز للشيطان. قال لك الشيطان ما بيشكال، رب العالمين الخطأان، الشيطان كان عنده نوع من الكبرياء، والكبرياء ما بيشكال وما سجد لله، بس يشوفك انه عندك ميول للشيطان، بس يشوف عندك ميول، لانه يجاملون على حساب الماده وخاف انه تفلت من عندهم، ومجرد يحكي له حكايه داحتك يضرب 100,000 شلاق مثلي. اخي العزيز هي من بدايتها محرمه، وراح اقول لك حكايه قبل لا انا اسد الفيديو. والله وتلاه وبالله هاي قضيه التمثال مالي يبكي، هاي كذب. قضيه السدره تبكي لدمع من دم، هاي هم كذب. ثقوا بالله العلي العظيم يا اخوان، ترى الحسين لا محتاجني ولا محتاجكم. نعم احياء ذكرى ما بها اشكال، لكن بادب وباحترام، بادب واحترام. وداحتك الحسين امام مفترض طاع غصبا على شارب وشارب الخلفوني، والثاني وبعد ملك وابن ملك واخو ملك، ورسول الله كان جده ملك، وامه سيدة نساء العالمين ايضا ملكة على النساء. وانت هسه جاي ساعة سوي لي جصات وبكر، ساعة طلع لي مدري شنو لحمة بها مدري شو اسمها مثل هاي هسه اشكال. عم والله انا هسه على الشارع العام بيت على طريق الزوار، يعني مسافة انه كيلو وانطلع عنده 60 معجزة، حتى بزمن رسول الله ماكو كانت اعجازة. يا عمي كافي رحمة الله على والديكم، كافي تتلعبون بعقول الناس، كافي عمل بنايات وهمية، ممكن اللي يجي تصير يمه شغلة وسويت لكم بناية وقمتوا تاخذون بها انذور. بطلوا هاي السالفة وجزاكم الله ألف.